أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء أكثر من 200 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد والعديد من المدن التركية ومن بينها إسطنبول. البياض يغطي إسطنبول ويحولها من مدينة مزدحمة إلى مدينة شبه خالية. عاصفة ثلجية وصفت بأنها الأقصى منذ عدة سنوات أدت إلى شلل شبه تام في مناحي الحياة، ودفعت المسؤولين إلى إعلان إغلاق المدارس والجامعات بعد أن حال سوء الأحوال الجوية هذه دون عودة الأتراك إلى منازلهم. هذه أقوى عاصفة ثلجية تضرب مدينة إسطنبول. أنا هنا منذ عدة ساعات أحاول الوصول إلى بيتي، لكن وسائل المواصلات شبه مقطوعة. العاصفة الثلجية أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، وتسببت في الكثير من الحوادث المرورية، إضافة إلى تعطل حركة الملاحة البحرية والجوية. كان لدي تذكرة سفر إلى مدينة غازي عنتاب لزيارة عائلتي، لكن للأسف تم إلغاء الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد عدت إدراجي من المطار، ويجب علي الانتظار ليومين آخرين. وصل سمك الثلوج في بعض الأماكن في مدينة إسطنبول إلى 50 سنتيمترا، وهو ما لم يحدث منذ سنوات عدة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى تحسبا لأي حالات طارئة. عاصفة ثلجية ضربت مدينة إسطنبول ووصفت بأنها الأقصى منذ سنوات، وتوقعات الأرصاد الجوية تشير إلى إمكانية استمرارها خلال اليومين القادمين، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من شلل الحياة هنا. عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، إسطنبول.